هاي جايز، عملت حنا امبارح، رحنا سفاري وعملت حنا المهم رايحين هلا على العربيه نعمل مقابله بالعربيه، صرح اخذكم معي. باي ذا واي اذا انتم جداد بالقناه حطوا لايك، حطوا اشتراك للقناه، حطوا لايك للفيديو. كمان اجتني كثير هدايا، شايفين هاي الشنطه شو كيوت، هاي الشغله في قلم كثير كيوت، هاي الشنطه كمان ستيكرز كثير كيوت، اعطوني هاي الشغله كمان بفتحها لما بوصل على امريكا. شو هاي؟ هاي اللعبه، وهدول الشغلات كمان. اونر اعطوني هاي الهديه، تليفونه الجديد كمان نفس الشخص اللي اعطاني هاي الكنزه جيل الطيبين لسه ما فتحتها، اعطاني طاقيتين. سو اول طاقيه هي هاي ومكتوب عليها بحريني. جاهزين تشوفوا الطاقيه الثانيه شو مكتوب عليها؟ حلوه صح، كثير كثير حلوه، مكتوب عليها سعودي، طبعا كثير كثير حبيتها. اكثر جمهور عندي رقم واحد اللي بيتابعوني من السعوديه، فحبيت يعني حبيت الديزاين، حبيت الهديه، وحابه اشكر كل المتابعين كمان من كل العالم، من كل العالم ومن السعوديه، ف يا كثير حلوه. ويوتيوب كمان اعطاني هي الشنطه، وفي بقلبها كذا شغلات لليوتيوب كمان، رح تشوفون بصوره على الانستغرام، فتابعوني على الانستغرام. هلا رايحين انا وانتو على قناه العربيه للمقابله، فكثير متحمسه، ما بعرف شو الاسئله اللي ناطرتني، كثير حلوه جايز شايفين؟ اوكي عم بيدقوا لي، لازم اروح. عملت الميك اب وموجوده بمكان كثير بجنن ومعي حدا كثير بجنن. تتذكروني من الفيديو ساره، من المقابله تبعت نور القديمه؟ المره هذه الاسئله حتكون اصعب يا نور. او ماي جاد، متعوده على الكاميرا طلعت راسي. اه المره هذه شو بك؟ او ماي جاد قمر، على فكره قمر عم بمدحك، لا تسهلي لي الاسئله عادي، صعبيني قد ما بدك. قولي اني طويله كمان. لا مش طويلة، انا اطول منه، اخيرا لقيت حدا انا اطول منه. او ماي جاد راح على الاسئله حتكون صعبه. انت طب انا مشكلتي انه كل احد اطول مني في العالم، خصوصا انت لابسه فلات. استني خلينا نشوف، خلينا حسي شيء للمره الاولى. بتشيل عم بتشيل الشوز اول شيء بتجنن ستايلش. يس اوكي سو راح تشيلها. اوكي حنشيلها اوه حصريا لقناه نور ستايل. خلينا نشوف دحين الطول. اوكي انا لابسه اصلا فلات، انا لابسه رياضي يعني. او ماي جاد واخيرا جايز كتكوتة. شوفي لا انت مره مبسطه، اكيد انت اطول مني بكثير. اكيد لانه كل مره كل ما بصور مع شخص برفع ايدي هيك لاطوله، لاطول راسه. بس انا بمنتهى السهوله، انت كثير سهلك، وحتى الاضاءه جايتنا بتجنن وكل شيء. حلوه على فكره. هلا قبل شوي قلت لها بتشوف فيديوهاتي، قالت لي بشوف فيديوهاتك، قالت لي شفت الفيديو تبع ابوك اللي شفته، بس مش خداع على الصور يعني. لا بضحك علينا بالعناوين، بقول لنا انه اه شوفوا مدري ايش، بنضغط على الفيديو بيطلع مثلا بس برب. اوكي شيء قريب. اوكي بس انه اوكي راح اسالك هلا، لما بتفوتي على الفيديو بتحبيه ولا لا؟ لا لا بحبه بحبه. حلو ولا لا؟ لا 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 هذا المهم، هذا قناتك مسلية حبيبتي، اكيد مسلية. يلا حطوا لي المايك هلا. يلا اوكي. شوفي احلى شيء انا حاطتها هون وانت طالع كلك بالكاميرا. مستمرة في المحشات. حطينا المايك وجاهزين للمقابلة، جاهزين؟ بليز بليز يعني ارحميني انه لا لا مش رح ارحم. بدعي لك انه الله يطولك اكثر واكثر و تو ليت. ليش اخترتي اسم نور ستارز لقناتك اليوتيوبية وهو الاسم اللي اشتهرتي فيه؟ الاسم ماما اختارته لأنه أنا كثير بحب النجوم. إيه جنسيتك؟ جنسيتي عراقية. إيش أكبر عيب في شخصيتك؟ هلا هلا خلصنا المقابلة، الأسئلة كانت قوية وبتجنن، فانطروها رح تنزل على قناة العربية على اليوتيوب صح؟ صح أيوة سارة؟ صح. رح تنزل على قناة العربية على اليوتيوب، 25 سؤال كانوا كثير صعبين بس أنا جاوبت عليهم بثقة صح؟ جاوبت عليهم بثقة وغرور. لا كانت مغرورة جدا. لا عن جد؟ لا 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 نو no, عم بتقلكم هيك بس عشان تحمسكم، عشان بتقلكم هيك عشان تحمسكم. وشوي شريرة كنتي؟ أو ماي جاد يا انطر المقابلة ورح تعرفوا انا كيف كنت. انا ماني متعودة انه في احد جالس معي طول الوقت وبيصور. شيء جديد، شيء غريب فعلا، شيء جديد يا بس هذه نور ستارز. هاي جايز ضيفتي الجميلة في 25 حبيبتي، انت الاجمل يا قلبي. فانا ماني متعودة نور ستارز من وقت ما دخلت لهلا وهي جالسة بتصور وبتحكي كل شيء لمتابعيها، يعني صراحة بختم فيكي حبيبتي. نور اكثر يوتيوبر عربية. شوف انا بصور، عندي احساس غريب يا جايز. شوفوا الستايل.
ستايل. وهون عنا التيم سليمان، كيفك؟ مصورنا، كيفك؟ قل لهم هاي، حشوفوك ملايين. شايفين شايفين شكله كتير مهضوم وطلعنا بنجنن يعني. هو اللي صور. و سيمو، كيفك سيمو؟ قل لهم هاي، حشوفوك كتير عالم. ترقب على يوتيوب حينزل هذا الفيديو. على فكرة جايز، هاد هو الاستوديو اللي بيصوروا فيه تفاعلكم، كتير حلو. وهنيك صورنا الفيديو تبعنا. خلصت الضيافة سارة. You're more than welcome to تستنينا بس نحكون على الهواء حبيبي. فبي جايز، انا هلا رح اطلع وبشوفكم بس.